ابي 100 بيسه بس الملابس اللي هني اقل من المية على 90 بيسه وبعدكم تسمعوا حساب المخيني انا عندي 200 بيسه وهذول الملابس اقل على 200 بيسه ب 190 بيسه ملابس غاويه ورخيصه يا اهل صحار الحقوا على مول مارت صحار اللي عند جامعه صحار وتسمعوا الاسعار تبون زايد يا اهل صحار بنزيدكم قطعتين هافوا فانيل بنيات وصغيرين على 590 بيسه نوبه هنا شغل بنيات ب 590 بيسه المخيني اليوم ما قالها بلاش البلاش اذا بغيتوا شغل المواليد في مول مارت صحار وتبون الاسعار الطيبه تعالوا معي ياتوني عقلي بيطير من راسي شغل مواليد وثلاث قطع وملابس كواليتي 990 بيسه هذا يوم يقولوا بلاش البلاش غرفوا تعالوا بننزل تحت عندك لا عندك 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 اخوي والله عندك 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 وهنا المعكرونه بكل انواعها اربع اكياس ب 690 بيسه واللي يحب ان يسوون الكعك والدونات كل انواع الخليط ب 690 كرتونين فيهم 48 حبه بسكوت على 990 بيسه كرتونين كيك ب 990 بيسه تعالوا على شغل الثلاجه كباب لحم ودياي بريال 90 ويوم خلص الخريف يعني سكر الخريف 5 كيلو بريال و390 وكيلو قهوة البريمي بريالين و590 الشاكليت اللي تحبوه اللي بداخل نارجيل بدل المقاطعة كيستين 990 حشوة الفستق بالشاكليت اللي صار ترند عموما هالمكان كل ما صنع في عمان كرتون في 18 علبة عصير 890 هني شغل الحريم شغل الدلع وشغل الضيافة هذه كل الاكسسوارات تبونها لما يجونكم ضيوف هذا طقم كامل يسبحوا فيه هال ب 390 بيسه تعال بصدمكم اي شيء تبونه هني كبير صغير متوسط على 590 بيسه كيسه الفحم ب 390 بيسه اربع علب غاز ب 890 بيسه وهذه تشوله الطبخ بريال و590 بيسه سجاده مقاس 150 ب 80 سجاده على 990 بيسه ووصلا الدواشك اللي يتكسفان على ريالين و490 بيسه تبى سكوتر شاحنه صغيره شاحنه عوده على 990 بيسه ايش التريون مول مارت صحار يترياكم